اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتهى مقامه، قاب قوسين أو أدنى مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود، سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجل شفيع المذنبين سراج السالكين مصباح المقربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين والسيدة كوكب بين الكوكبين، وجدهم مولانا ومولى الثقلين أبا القاسم محمدا ابن عبد نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جميل صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سر ثواب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمنا وياكم إن شاء الله. ربنا يكرمنا وياكم.